حساباتك كانت ايه، واكتر الدول اللي انت رايح خايف منها او عامل لها حساب كان انا ايه؟ كانت اكتر الدول طبعا، كان المجموعه اللي كانت محطوطه العاليه بالنسبه لي كانت كازاخستان. يعني كازاخستان ده اولا كان لاعب يعني لسه ما اعرفوش، فكنت شايف له ارقام قبل كده في التمرين، فهو كان بنسبه الكلين بتاعي كان هو مقرب منه، فمديله الكلين يعني اللي هو يعتبر فيها منافسه، فمش سهله يعني ان تيجي بسهوله الذهب. اما هو في الخطف انا الحمد لله يعني كنت كسبته في الخطف الماتش ب 10 كيلو، فهي دي اللي فرقت معايا في المجموعه والكلين. فطبعا هو ده من اكتر الدول وفرقت اللي فرقت معاك معنويا ونفسيا كمان طبعا اكيد. انت غالب برضو يعني كازاخستان من اجمد الدول برضو في العالم، صحيح. فرق في لعبه رفع الاثقال كان معايا برضو من الناس برضو اللي كانت جامده قوي، اتفاجئت بقى في الماتش ما كانتش جامده، يعني انا كنت شايف الستار ليست يعني المجاميع كنت شايف ان هي اقل من كده، ان انا عمري ما هقابل يعني الاحجام دي او المستوى ده. طبعا اتفاجئت في الماتش لقيت الارقام علت مره واحده. كان برضو من اجمد الدول كان ايران برضو معايا في الخطف ده، طبعا بعد انا ما دخلت ال 65 ميداليه الذهب هو حط كيلو عليا عشان ياخد ميداليه الذهب، كان قاعد له محاولتين دخل وقعها مرتين. يعني شوف برضو ده برضو كرم يعني ربنا بقى لحد معاك. اخر لحظه برضو احنا واقفين على اعصابنا والميداليه، وبرضو نفس النظام برضو لحد اخر لحظه برضو في الكلين برضو كان كازاخستان برضو انا لما دخلت ال 200 كلين هو دخل 205 راح موقعها. انا هو كان شايل قبلها 96 98 انا شلت بعدها. هو ده كرم ربنا يا ابو حميد ومش كرم ربنا بس، واضح ان استعداد محترم وفي مدير فني محترم هو طبعاً كابتن طبعا محمد موسى.